المقادير السمك الطبق اللي بعد كده. طبق سمك مكرونه مقرمش، هنعمله بالخلطه الكريسبي كده المقرمشه اللي زي الفراخ المقرمشه كده، يبقى طعمه جميل جدا. محتاجين كيلو سمك مكرونه، فلفل اخضر رومي شطه ورومي مفرومين، ثوم مهروس، معلقتين مستارده، معلقتين عصير ليمون، معلقه خل، معلقه ملح، كمون، بابريكا، معلقه زنجبيل بودره او فريش، معلقه زعتر، ومعلقه توابل سمك مشكله، ودقيق ونشا، يعني مثلا ربع كوبايه دقيق وكوبايه نشا، لا ربع كوبايه نشا وكوبايه دقيق كامله، وزيت غزير للقلي. تمام، دي الخلطه بتاعه سمك، دي سمك المكرونه المقرمش كده اهو. احنا دلوقتي هنطلع طبعا السمك كده اتقلى وبقى تمام جدا جدا اهو بالشكل ده. انا قلبتها بس، لا الخلطه دي يا احمد مش في السمك ده، ده في سمك موسى الخلطه اللي انت كاتبها هنا. الخلطه اللي انا قلتها بتاعت الطماطم اللي انا عملتها بالبصل دي بتاعت سمك موسى كده. خلاص هو كده ايه اتقلى، ما بياخدش اي وقت لان هو طبعا زي ما احنا شايفين رقيق جدا. طبعا انا عايزه معايا الزيت برضو يبقى سخن عشان السمك اللي احنا هنقليه بعد كده اهو كده بالشكل ده. بس ههدي درجه الحراره على بال ما نشتغل في السمك التاني. احنا ممكن نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشتغل في الصنف التاني ونجيب كل اطباقنا كمان. ثواني وراجعه لكم تاني، انتظروني. ثواني ورجعنا مع بعض تاني. ثواني بس احط الفيشه عشان انا شلت فيشه البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الفيشه عشان نسخن الزيت تاني بالشكل ده. طبعا احنا في الفاصل غرفنا الاطباق بتاعتنا، حطينا سمك موسى زي ما قلت لكم وحطيت عليه الخلطه، غرفت الخلطه من تحت والسمك على الوش، وفوقيها طبعا معلقه من الخلطه اللي احنا عملناها طعمها في منتهى الجمال. دلوقتي بقى هنعمل صنف تاني، هنعمل سمك مكرونه بتتبيله حلوه وهيبقى السمكه مقرمشه من بره وجميله جدا. محتاجين لصينيه او محتاجين للمكرونه سمك قاروص، لا ما قلتش سمك مكرونه، قلناها قلناها تمام. طيب هنا كده معايا الدقيق عشان نتبل فيه، ادي الدقيق هحط عليه الثوم مفروم، معلقه كده صغيره ثوم مفروم، بسم الله، احط البابريكا، احط الكمون، احط الزعتر والزنجبيل، المستارده، كل التوابل هنحطهم على الدقيق والنشا. طبعا ادي النشا اهو، الدقيق بقى والنشا مع بعض هم دول اللي بيعملوا لي القرمشه الحلوه. واحط حته فلفل اخضر مفروم برده تديني طعم جميل جدا، وادي عصير الليمون كده. كل الحاجات دي مش بتهدى خالص، ولا ده كمان. ابدا اقلب كل الخلطه دي في الدقيق والنشا مع بعض. يبقى احنا حطينا التوابل وحطينا معاها الثوم والدقيق والنشا مع بعض كده. طيب هعمل ايه؟ فين البوله اللي فيها الميه؟ اهي تمام. احط طبعا شويه ملح كده عشان احنا مش ملحناه اهو بالشكل ده. هبدا اعمل لها عجينه، عجينه زي اللي بنعملها في الفراخ المقرمشه بالظبط. مش احنا الفراخ المقرمشه بنعمل لها توابل مع الدقيق وبنعمل لها كده شويه ايه توابل حلوه كده مع الدقيق والنشا وبيضه وبقسماط. هنا كده ادي البقسماط المطحون، حط منه شويه بقسماط المطحون، ده بيديني كده قرمشه حلوه. ممكن طبعا نجيب شويه شوفان مجروش بدل البقسماط، نحط شوفان مجروش بالشكل ده. بعملها لا هي عجينه لا سايبه قوي ولا طريه قوي اهو بالشكل ده.
اخد بقى السمك اللي عندي، ادي سمك مكرونه طبعا انا قاليه منه برده جزء علشان الوقت كده. طب السمك ده بقى يتساب قد ايه؟ لا ده يتساب بقى شويه، يتساب له مثلا ايه نص ساعه كده في التوابل مع الدقيق والنشا والسمك، ليه؟ علشان يشرب منه وعلشان يقرمش لما يدخل في الزيت على طول. انا بعمل له عجينه كده زي الطنبوره، عارفين عجينه الطنبوره اللي احنا بنقلي فيها الجمبري لما بنعمل الجمبري المقرمش، بنعمل له عجينه دي بقى زيه كده، بس دي طبعا زياده فيها الفلفل الاخضر الرومي المطحون او الفلفل الشطه، ممكن نحط اي توابل احنا عايزينها، ممكن نحط شطه ناشفه كده بالشكل ده. يبقى انا حطيتها طبعا ده المفروض يتساب نص ساعه ساعه، يتساب في التتبيله دي وبعدين نطلع نقلي على طول زي ما احنا شايفين كده، هنزل على الزيت يكون سخن جدا اهو، شايفين؟ تمام اهو بالشكل ده كده. طبعا الطبقه دي تبقى حلوه كده عليه المقرمشه دي اللي هي تقرمش لنا السمكايه من بره اهو بالشكل ده كده. طبعا احنا بنقلي السمك يعني خلاص هنغرف على السفره، خلاص اخر حاجه نخليها قلي السمك، يعني ما ينفعش ان احنا نقليه ونركنه مثلا ساعه ساعتين، لا لازم نقلي وناكل على طول علشان ناكل نستمتع بطعم الحاجه وهي سخنه وهي مقرمشه كده بالشكل ده. انا بقى اشيل بقى كل الحاجات اللي مش لازمه دي. احضر هنا طبق احط عليه المناديل كل الحاجات دي بقى مش لازمانا خلاص. طبعا كل الحاجات دي بتتقدم مع طبق رز زي ما احنا شايفين، رز صياديه ما فيهوش اي حاجه، انا حاطه له ملح وكمون وشويه من خلطه السمك من توابل السمك، اي سمك بنتبله، توم فلفل كزبره ناشفه كمون، كل التتبيله دي باخدها على الرز بعد ما بشوحه وبسقيه بميه مغليه بالشكل ده كده. ادي ماسك شايفين بقى، ما نحركوش الا بعد ما نتاكد ان هو خد لون او اهو او استوى كده من جوه اهو بالشكل ده. طبعا الزيت مش بيغلي مولع، لا الزيت سخن بس مش حراره اللي هي ايه مولعه، علشان برضو اديله فرصه ان هو يستوي من قلبه، ما تبقاش الطبقه اللي من بره المقرمشه بس هي اللي مستويه وبقيه السمك لا نايم، لا نتاكد ان هو سخن بكفايه اهو بالشكل ده. هنا طبعا معانا طبق سلطه خضراء حلو كده بنقدمه طبعا جنب اي اسماك، طبق بقى خضار متقطع مشكل، طبق سلطه خضراء متقطعه بلدي براحتنا خالص، طبعا شرايح الليمون، جرجير، فلفل، طماطم، خيار، وطبعا كانت معانا صينيه القاروص طلعناها من الفرن، يا رب تعجبكم ان شاء الله لما تجربوها هتلاقوها طعمها تحفه باذن الله اهو بالشكل ده. واقلب كده السمك من كل اتجاه عشان اتاكد ان هو استوى من كل مكان اهو. حاضر اهو خلاص اهو، انا طبعا قاليه منه نسخه عشان الوقت، بس ده خلاص برده ما شاء الله استوى اهو، شايفين بيبقى منفوخ وبيبقى تحفه اهو بالشكل ده كده. اشيل الزيت بقى كده خالص اهو تمام كده. هنا بقى طبعا انا فرشه عليه فرشه من الخضار اهو، نقدمه كده بشكل بسيط جدا جدا، يا رب باذن الله يعجبكم لما تجربوه، ونتقابل باذن الله في حلقه جايه جديده من بيتك ومطبخك. اسيبكم في امان الله واقول لكم سلام عليكم.